بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم في درس جديد من دورة الإنشاء وتطبيق منظومة هندسة الجودة طبقا للمواصفة ISO 3001. بقدم لكم مهندس أحمد محمد قاسم تحت رعاية أكاديمية الموقع وقف أونلاين. ما زلنا في قوائم تحليل الفجوات لأساس إن إحنا فعليا نوافق نظام هندسة الجودة الحالي داخل المؤسسة مع متطلبات مواصفة ISO 3001. نشوف إيه أسباب الفجوة ما بين نظام هندسة الجودة الحالي وبين طلبات المواصفات ISO 3001، ايه المطالبات الناقصه، ايه نقاط القوه والضعف، ايه العمليات ايه الغير مطابقه المطلوب توافقها مع المواصفه. شوفوا مع بعض البند الرابع، البنود البند الرابع حتى نشوف فعليا هل ايه البنود المطبقه ولا غير مطبقه. البند الرابع بنتكلم عن نظام مدارات الجوده. البند الخامس متعلق في التزام الاداره او مسؤوليه الاداره بشكل اخص، مسؤوليه الاداره في بنود البنود الفرعيه السته. اليوم باذن الله نبدا في نشوف فعليا ايه بنود تحليل الفجوات المتعلقه في البند السادس من المواصفه اللي هو ايه بند اداره الموارد. شوف مع بعض ايه الكلام ده كله. عندنا هنا طبعا ايه جدول رقم 9، هنشوف فيما بعض ايه 8 جداول فعليا ايه لبنود الفرعية للمواصفة ISO 3001. كان عندنا بندين فرعيين للبند الرابع والست بنود فرعية للبند الخامس، فعندنا 8 جداول فعليا. دلوقتي عندنا جدول رقم 9 اللي هو البند البند السادس من مواصفة إدارة الموارد. طبعا عندي البند الفرعي اللي هو ايه البند الفرعي عند توفير الموارد. طبعا زي ما احنا عارفين احنا البند السادس من مواصفة إدارة الموارد بيتكون من 4 بنود فرعية نذكر مع بعض في المواصفة. البند الأول 6.1 توفير الموارد، البند 6.2 الموارد البشرية، البند 6.3 البنية التحتية، البند 6.4 بيئة العمل. فنشوف مع بعض ايه تحليل الفجوات ما بين النظام إدارة الجودة الحالي داخل المنظمة وبين ايه متطلبات ايه نظام ISO 3001. شوفوا مع بعض هل فعليا البنود دي موفر لها بنيه اساسيه داخل المؤسسه ولا لا. فالبند 6.1 توفير الموارد، توفير الموارد كان اتكلمنا عليه اذا نذكر مع بعض في المواصفات، كان اتكلمنا عن ايه؟ انه والله لازم المنشاه توفر الموارد اللازمه لتطبيق نظام ذات الجوده وتعزز رضا الزبون بالوفاء بمطالبات الزبون. بس الفكره كلها تعزز رضا الزبون فعلا ايه الوفاء بمطالباته. فالفكره كلها فعلا نشوف فعليا هل تقوم المنظمه بتحديد وتوفير الموارد الماليه والبشريه اللازمه لتطبيق نظام اداره الجوده والمحافظه عليه. فعليا في هل المنظمه بتحدد وتوفير الموارد البشريه والماليه؟ قد يكون ده كلام ينطبق بشكل جزئي، في امور موفره في امور مش موفره، هناك ملاحظات ايه الامور الموفره والامور مش موفره، تمام، كموارد ايه بشريه وموارد ماليه. هل بتقوم المنظمه فعليا بتوفير الموارد اللازمه للوفاء بمطالبات العملاء؟ يعني هل في عملاء انا عندي هل فعليا في موارد لازمه للوفاء بمطالبات العملاء من خلال مثلا استبيانات، من خلال استقصاءات، من خلال ايه اتاحه الفرصه للمقابلات الشخصيه مع العملاء، من خلال احنا ايه فعلا نشوف ايه يعني ايه التغيرات في مطالبات العملاء، هل فعلا ده كلام ايه بنشوفه موجود ولا لا؟ فبنكتب ايه ملاحظات الامور الموجوده وايه الامور مش موجوده حتى فعليا احنا ايه نحددها ونعالجها في ايه من خلال المراحل الجايه من ايه مشروع نظام هندسه الجوده. برضه بنشوف يعني هل المنظمه تقوم بتوفير التجهيزات الملائمه لتحقيق مطالبات ضبط وتوكيد الجوده؟ يعني فعليا ايه لازم يكون عندي انا ضبط وتوكيد الجوده داخل مثلا قسم لضبط الجوده وقسم توكيد الجوده، بس فعليا قسم توكيد الجوده يشتغل في الامور ايه التي يعني تؤدي الى ان نوفر فعليا العمليه داخل المؤسسه موافقه لمطالبات ISO 3001، وقسم ضبط الجوده يرخص فعليا اونلاين تقديم يعني انتاج المنتج او تقديم الخدمه للعملاء. فعليا هل احنا وفرنا الموارد والتجهيزات الملائمه لتحقيق مطالبات ضبط وتوكيد الجوده؟ قد يكون ده كلام مش مطبق، ففعليا نشوف فعليا يعني مع الاداره العليا ايه الامور لازم ايه تجهيزها لمطالبات ضبط وتوكيد الجوده. فعليا كده شفنا تحليل فجوه، شوف فعليا ايه اداره الموارد يعني توفير الموارد داخل ايه المنظمه. طب بس 6.2 كان الكلام عن ايه؟ الموارد البشريه، زي ما احنا عارفين بند 6.2 كان بيتقسم لي فعليا لبنديين فرعيين، كان 6.2.1 كان بند عام، و 6.2.2 اتكلمنا عن الكفاءه والتدريب والتوعيه. فنشوف مع بعض ايه يعني ايه البنود الفرعيه دي. فبند 6.2 الموارد البشريه بشكل عام، كان بند 6.2.1 كان عام بشكل عام، كلامنا ايه بشكل عام عن انه لازم يكون ايه يعني الافراد القائمين على الاعمال بتاثر على تطابق مطالبات المنتج لازم يكونوا ايه ذات كفاءه من التعليم والتدريب والمهارات. يعني لازم يقول لك انه ايه العاملين داخل المؤسسه لازم يكونوا على ايه كفاءه من التعليم والتدريب والمهارات. فبنشوف مع بعض هل في يوجد للعاملين المكلفين باعمال محدده تؤثر على جوده المنتج او الخدمه
هل ليهم التعليم والتدريب والمهارات والخبره المناسبه لحقيقه الجوده المطلوبه؟ شوف مع بعض الكلام ده كله، هتكون ايه والله في عينين، والله شوف مع بعض والله ايه العاملين داخل، العاملين مثلا كمنتج مثلا، العاملين في مراحل انتاج المنتج مش ايه ما لهمش التعليم والتدريب والمهارات الكافيه، قد يكون مثلا ايه يعني اجوا كده بالواسطه او اجوا كده ايه اخدوا كده دورات تدريبيه كده اساسيه وايه واشتغلوا، فما لهمش ايه التدريب الكافي، ما لهمش التعليم الكافي، ما لهمش المهارات والخبره المناسبه. طبعا الكلام ده كله من خلال معاينتي انا للعاملين داخل المؤسسه، من خلال ايه رؤيتي ليهم ازاي هم فعليا بينتجوا المنتج او ازاي فعليا بيقدموا الخدمه للزبون. مثلا ما لهمش خبره مثلا في ايه في خدمه العملاء، ما لهمش خبره في ايه في استقبال وتخزين العكسي من الزبون، ما لهمش خبره في معرفه متطلبات العملاء، ما اعرفش ما لهمش خبره في قياس رضا العملاء وهكذا. ما لهمش خبره مثلا في تقديم الخدمه للزبون وهكذا. فانا خلال رؤيتي ومن خلال مثلا رؤيتي مثلا الوصف الوظيفي بتاعهم، شوف يعني الوصف الوظيفي بتاعهم شوف ايه يعني ايه المواصفات الوظيفيه اللازمه للوظيفه دي، وبين ايه خبرتهم وبين ايه مهاراتهم او مستوى تعليمهم. من خلال زي ما قلنا من خلال برضه رؤيتي، لا من خلال برضه يمكن اسئلتي المباشره ليهم انه ايه الاسئله المباشره ليهم ايه متعلقه في ايه خبرتهم ايه مهاراتهم السابقه او الحاليه في ايه في انتاج المنتج او تقديم الخدمه للزبون. شوفوا بعض الكلام ده كله من خلال ايه رؤيتي، من خلال رؤيتي يعني ايه للوثائق والمستندات بعرف فعليا ايه ايه تعليمهم وايه خبرتهم. طب هل الاداره العليا بتقوم بتحديد الكفاءه الضروريه للعاملين المكلفين بعمل تؤثر على جوده المنتج؟ يعني هو بتحدد ايه الكفاءه الضروريه من خلال مثلا مقابلات العمل او كده، بتقول لك ايه ايه الكفاءه الضروريه؟ قد يكون ده كلام طبق زيان، قد يكون موجود بعض الاعمال مش عمل تاني مش موجود، بشوف فعليا لك ملاحظات حاسس فعليا احنا ايه يعني ايه نقصر او يعني فجوات القصور وفي ايه خلال المراحل الجايه في ايه يعني شان نظام الجوده. هل فعليا الاداره العليا بتقوم بتوفير التدريب النوعي المناسب للعاملين في المنظمه سواء في الداخل او الخارج؟ قد يكون التدريب ده موجود في بعض العاملين وقد يكون ايه غير العاملين، فنشوف مع بعض نكتب الملاحظات دي سواء في الداخل يعني داخل البلد او خارج يعني ابتعاث خارج البلد. هل فعليا الاداره العليا بتقوم باعداد برامج توعيه وتدريب لمواجهه متطلبات ومشاكل الجوده وتقييم فعاليه الاجراءات الصحيه الوقائيه؟ طب ده كلام ايه بتبان 6.2.2 بتكلم في الكفاءه والتدريب والتوعيه. هل فعليا الاداره العليا بتعمل برامج توعيه فعليا بشكل عام؟ يعني فعليا في برامج توعيه توعي وتدرب العاملين داخل المؤسسه وكيف يواجهوا مطالبات مشاكل الجوده وكيف يقيموا فعاليه الاجراءات الصحيه الوقائيه؟ قد يكون ده كلام ايه مش مطبق بشكل جزئي، يكون مطبق مثلا او إيه غير موثق، او قد يكون ايه في بعض فعليا بعض الوثائق موجود او في بعض الوظائف لا، وقد يكون ايه مش كل العاملين فعليا لهم ايه لهم برامج توعيه وتدريب. طب الاداره العليا بتقوم هل فعليا من خلال رؤيتي انا هل شهاده فعليا يعني اثبت ان الاداره العليا بتقوم بخلق وعي وادراك العاملين باهميه الاعمال اللي تقوم بيها وكيف المساهمات في تحقيق اهداف الجوده؟ يعني هل فعليا احنا ايه يعني فعليا بنشعر الموظف، هل فعليا من خلال رؤيتي الكلام ده كله، هل فعليا ايه الاداره العليا بتشعر الموظف باهميه العمل اللي بيقوموا فيها وكيف هنا بتساهم بتحقيق اهداف الجوده، ولا انه خلاص ايه وبيقوم بعمله اخر شهر الراتب وخلاص؟ لا فعليا هنشوف ايه كلام يعني هنشوف فعليا ايه يعني اساليب التحفيز اللي بتقوم فيها المؤسسه داخل ايه الاداره العليا داخل المؤسسه، هل في اسلوب تحفيز وفي اسلوب وعي واسلوب ادراك وفي مثلا ايه مشورات توعويه، في فعليا ايه يعني تعليمات عمل، في فعليا مثلا ايه ورشات عمل وهكذا، من خلال ايه الكلام ده كله من خلال ايه وثائق وثائق وخلال طبعا مقابلاتي مع المسؤولين ومعينه من الموظفين ايه هقيم الكلام ده كله واشوف يعني هل هو مطبق بشكل جزئي ولا ايه غير مطبق اصلا. طب هل فعلا المنظمه تعتمد على سجلات خاصه لكل ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتوعيه ورفع المهارات وكفاءه العاملين؟ قد يكون ده كلام مش مطبق مثلا، المنظمه خلاص ما فيش عندها فعليا ايه ما بتوثقش الورشات العمل، ما بتوثقش الدورات التدريبيه، ما بتوثقش ايه الامور التوعويه النشرات التوعويه. فكان ايه نشوف لا والله فعليا لازم يكون عندي ايه سجلات خاصه ايه متعلقه بالتعليم والتدريب، الدورات التدريبيه نحطها، التعليميه نحطها، كل موظف اخذ ايه ايه مثلا الموظف ده والله ايه لازمه مثلا دوره تدريبيه مثلا ايه متعلقه في التدقيق الداخلي، دوره تدريبيه متعلقه مثلا ايه في الامور الانتاجيه، دوره متعلقه في اداره فرق العمل، دوره تدريبيه متعلقه مثلا ايه في خدمه العملاء. شو مع بعض الكلام ده كله اساسا فعليا احنا ايه نقيم فعليا ايه اداء كل موظف. تمام. طب برضو ايه برضو من خلال الكلام ده كله يمكن يعني ايه هنضيف بعض البنود مثلا متعلقه مثلا هل بيتم تدريب واشراك منتسبين للمنظمه لاكتساب الخبره والمهاره للقيام مثلا بمراجعه الاداريه والتدقيق الداخلي للنظام او كتابه اجراءات نظام اداره الجوده؟ يعني فعليا احنا هنشوف مثلا بعض الاجراءات الموجوده داخل المؤسسه، شوف مثلا ايه في امور بعض الامور المراجعات الاداريه، فهل فعليا احنا بندرب، هل المؤسسه بتدرب منتسبين المنظمه يكتسبوا الخبره والمهاره يعني يقوموا بمراجعات اداريه، يقوموا بتدقيق داخلي، يقوموا بكتابه اجراءات النظام ذات الجوده؟ قد يكون ده الكلام ايه مثلا ايه يعني ايه طبق جزئيا في بعض ايه يعني مش على شريحه واسعه
داخل المؤسسة، لكن ايه بشريحة محددة داخل المؤسسة. فمن خلال ايه يعني ايه البنود دي مثلا، او ايه يعني بنود مقابلاتي للمسؤولين والعينة الموظفين، من خلال رؤيتي ويعني ايه ومعاينتي فعليا لمكان العمل، من خلال مشاهدتي للوثائق والمسندات للمنظمة النظام الإداري والمالي داخل المؤسسة، بعرف فعليا ايه هي اوجه القصور، ايه ما بين او الفجوة ما بين نظام مثل الجوده الحالي ومتطلبات الايزو 9001، بنشوف فعلا الموارد البشريه من خلال ايه البنود دي، ممكن اعرف فعليا هل في تدريب، هل فعليا في كفاءه وتدريب وتوعيه، هل فعليا في الموظف المناسب في المكان المناسب، وفي تدريب وتوعيه للموظف ولا ايه، ولا خلاص الموظف ده قاعد في عمله وشغال عليه بدون اي تدريب او ايه تحفيز ذاتي ليه. فايه من خلال كده اعرف فعليا ايه يعني اداره الموارد البشريه داخل منظمه، ايه وضعها وايه تقييمها بشكل اساسي. طب نشوف مع بعض البند 6 2، شوف بعض كده البند 6 3 متعلق بايه البنيه التحتيه، فشوف مع بعض هل في يعني ايه البنيه التحتيه داخل المنظمه، نقارنها بايه البنيه التحتيه للمؤسسه 9001، نقارنها برضه البنيه التحتيه يعني ايه بشكل عام، يعني مش بعض يعني برضه احنا مش هنقيد برضه بس المؤسسه 9001، يمكن هنضيف حاجه ثانيه يعني، يعني نحط بنود المؤسسه 9001 ونضيف برضه بنود ثانيه متعلقه بالبنيه التحتيه حسب طبعا ايه التطور التكنولوجي اللي بنعيش فيه. تمام كده، فبشكل عام انه ايش ما ايه كانت بريد المصفى 3001، كانت المصفى 3001 بتقول ايه؟ بتقول فعليا لازم كنا ايه نوفر الموارد ونحافظ على البنيه التحتيه ونضمن ان ايه شكل الملائم للبنيه التحتيه المتعلقه في المباني، المتعلقه في المعدات يعني الاجهزه والبرامج، الخدمات المساعده زي النقل والاتصالات ونظم المعلومات. فعليا الكلام ده هنشوف فعليا هل مطبق في المؤسسه ولا لا؟ يعني هل تتوفر في الابنيه مواقع العمل ظروف العمل الملائمه لانجاز الاعمال بمزيد من جوده الاداء؟ اشوف من خلال ايه انا رؤيتي يعني إيه كل معاينتي بشكل ميداني لجميع مرافق العمل داخل المنظمه، شوف فعليا هل في ظروف العمل الملائمه لانجاز الاعمال بتزيد من جوده الاداء، يعني في ظروف عمل في يعني إيه كل موظف مثلا ايه الموظف يعني الحد الادنى من متطلبات اداء مهام الوظيفه مثل مكتب تليفون موبايل اتصالات المعدات اللازمه لايه للعمل بشكل عام، يعني في مثلا ايه بيشتغل مثلا في المباني في خوذه ايه وهكذا، في خوذه مثلا لابس على راسه، في يعني ايه لابس ايه يعني بلطو مثلا معين لاداء عمله وهكذا، ليه تقديم الخدمه وهكذا، هل فعلا موفر ايه مثلا ايه للعملاء، هل فعلا موفر ظروف العمل الملائم للعملاء لما يجوا يقدموا الخدمه مثلا ايه في مكان معين وهكذا، نشوف فعلا هل يعني ظروف العمل داخل المؤسسه موجوده ولا ايه متوفره ولا لا. طبعا دي تعلق بلا شك حسب ايه عمل المؤسسه وحسب ايه نوعيه العمل ايه اللي بتقوم فيه. فعلا قد يكون ده الكلام مطبق جزئيا مش ايه بعض الاقسام، فعلا في حد الادنى من متطلبات اداء مهام الوظيفه، في حد بعض الاقسام الثانيه مش متوفر متطلبات اداء مهام الوظيفه. تمام. طب المنظمه هل في المنظمه حددت فعليا اجراءات خاصه للاحتفاظ بظروف المسيطر عليها في كل منطقه من مناطق العمليات الانتاجيه والخدميه؟ هل فعليا احنا عملنا فعليا اجراءات طب كده بنحافظ فعليا ان ايه كبنيه تحتيه كده نحافظ عليها انه فعليا في اجراءات خاصه كظروف مسيطر عليها، مفيش اي بس مفيش اي حوادث، مفيش اي امور بتدور في السلامه المهنيه في مناطق العمليات الانتاجيه والخدميه ولا لا؟ هل فعليا المنظمه بتوفر خدمات المسانده زي المواصلات والاتصالات المستوى الذي يعمل محافظه على فعاليه نظام ذات الجوده؟ هل فعليا اتصالات ما بين ايه المؤسسه يعني اقسام المؤسسه ولا لا؟ هل في ايه مواصلات مثلا ما بين ايه فروع بين المبنى الاساسي والفروع، هل في مواصلات بتوفر ولا لا وهكذا؟ هل اعتمدت المنظمه اجراءات المحافظه على البرمجيات والجهاز المحاسوبي بتمكنها من اداء جوده عاليه؟ طبعا بلا شك انه ايه التعليم يعني النظام الالكتروني ده ايه موجود في كافه ايه المنظمات سواء خدميه او انتاجيه، ففعليا احنا ايه اعتمدنا اجراءات المحافظه على البرمجيات وامن المعلومات في واجهزه الحواسيب تتعمل في الجوده المطلوبه، هل فعليا يعني اجهزه الحواسيب فعليا يعني ايه ذات مواصفات عاليه انا فعليا تمكنها من الاداء بالجوده المطلوبه؟ يعني في كمواصفات يعني مثلا مثلا عندي ناس في الشغل مثلا بالتصميم الجرافيك مثلا بلا شك عايزين مثلا ايه يعني اجهزه الكمبيوتر ذات جوده عاليه مثلا متعلقه بالسي بي يو بالرام بال يعني ايه يعني ايه مواصفات ايه الكمبيوتر مختلفه تماما عن ايه عن ايه موظف سكرتير مثلا. فهل فعليا هل في اجراءات محافظه على البرمجيات وامن المعلومات ولا لا؟ طب امور متعلقه مثلا ايه في المعدات والاجهزه، هل بتتم عمل صيانه دوريه وقائيه للمعدات والاجهزه؟ تمام، ضمان قدرتها على حفظ الجوده ولا لا؟ هل صيانه في عمل صيانه دوريه وصيانه وقائيه للمعدات والاجهزه داخل المؤسسه؟ تشوف فعليا ايه تقوم بادائها بالجوده الملائمه ولا لا؟ قد يكون ده كلام مش مطبق، ما عندهمش ايه صيانه دوريه وقائيه، لما تحصل مشكله بعدين اقول لها ايه تعالى يا عمي اعمل لي صيانه، فيش عندهم صيانه وقائيه مثلا.
هل توفر مواصفات مرجعيه وكرات ونماذج عمل لاقسام مسيطره على عمليات انتاجيه كعمليات عندي عمليات انتاجيه. هل في مواصفات مرجع لها؟ يعني في مثلا مواصفات قياسيه محليه؟ هل في عندي اجراءات؟ تمام. هل في عندي نماذج عمل اساسا ايه؟ يعني اسيطر على العمليات الانتاجيه داخل المؤسسه، ما يكونش عندي اي فعليا اي دروب في مراحل العمليه الانتاجيه داخل المؤسسه. ده كلام ايه؟ مش مطبق فعليا. طبعا ده كلام زي ما قلنا بيفرق ما بين حجم المؤسسه وبين تعقد العمليه داخل المؤسسه. قد يكون المؤسسه مثلا ما عندهاش عمليات انتاجيه بس بتقدم خدمه، فنشوف مع بعض فعليا ايه توفروا الظروف دي من خدمه ولا لا؟ هل فعلا في خدمه مسانده ولا لا؟ هل فعلا في برمجيات واجهزه حواسيب في تقديم الخدمه ولا لا؟ هل في صيانه دوريه برضه لمعدات يعني مجهزه الحواسيب مثلا تعين على تقديم الخدمه ولا لا؟ برضه هل في عندنا فعليا كنظام اداري كان في اجراءات ونماذج عمل لايه اساسا فعليا؟ يعني سيطر على ايه تقديم الخدمه ولا لا؟ كان اجراءات كنماذج عمل مثلا ايه العميل طلب حاجه فعلا ايه مين يروح لمين؟ ان النماذج ايه تقديم الخدمه وهكذا. ففعلا يشوف فعليا ايه اوجه القصور المتعلقه في ايه في البنيه التحتيه اللي بين نظام اداره الجوده الحالي وبين ايه متطلبات نظام ايزو 9001. طب اخر بند عندي هو بند 64. اخر بند عندي في البند السادس من الوصفه بند 64 اتكلمنا على بيئه العمل، زي ما اتكلمنا على البنيه التحتيه. البنيه التحتيه من مباني، من اتصالات، من نقل، من نظم معلومات، من اجهزه، من معدات. بنتكلم عن بيئه العمل كظروف العمل داخل المؤسسه. هل فعليا في بيئه العمل كنا بنتكلم عليه في المصر في ايزو 3001 بشكل عام؟ في عندي تحديد بيئه العمل المناسبه لتحقيق مطابقه المنتج للمتطلبات، وفي عندي ايه بيئه العمل تتعلق مثلا ايه كظروف، ظروف بدنيه، ظروف بيئيه، ايه داخل ايه ظروف بيؤدي فيها العمل بشكل عام. يعني ظروف بيؤدي فيها العمل داخل المؤسسه مشتمل على ايه ظروف بيئيه وبدنيه عامه. فبشكل عام شوف هل فعليا النظام وفرت بيئه العمل اللازمه لتحقيق مطابقه المنتجات والخدمات المتطلبات، فيها بيئه عمل يعني واضحه، في موجود الحد الادنى من متطلبات اداء مهام الوظيفه ولا لا؟ هل متوفر فعليا الحد الادنى من متطلبات اداء مهام الوظيفه لجميع العاملين داخل المؤسسه ولا لا؟ هل فعليا في ك يعني وسائل اتصال ما فيش عندي ايه يعني عقبات ما بين ايه الاقسام وهكذا؟ بنشوف الكلام ده كله ايه. طب هل فعلا فعليا بيئه عمل امنه وجو عمل بيضمن الراحه البدنيه والذهنيه للعاملين ولا لا؟ في بيئه عمل لا امنه طب كده داخل المؤسسه كجو عمل؟ ده كلام يعني بشكل عام داخل كمان بلا شك داخل المعاينه الميدانيه لظروف العمل داخل المؤسسه، بيئه عمل داخل المؤسسه، من خلال ايه يعني اسئلتي للاداره العليا ولايه عينه العاملين داخل المؤسسه، بشوف يعني هل في جو عمل بيضمن ايه الراحه البدنيه والذهنيه داخل العاملين. طب هل المنظمه فعلا في اجراء تفتيش دوري على متطلبات بيئه العمل بموجب قوانين فحص خاصه؟ يعني هل فعلا في تفتيش دوري؟ هل فعلا يتاكدوا فعلا ان متطلبات بيئه العمل موجوده ومتوفره للعملاء ولا لا؟ هل فعلا بيسالوا العاملين داخل المؤسسه ايه رايكم مثلا في بيئه العمل؟ ايه الظروف اللي لازم ايه تكون موجوده؟ هل فعلا يكون فعلا قوانين فحص مثلا معتمده وموثقه لكل انواع من انواع متطلبات بيئه العمل ولا لا؟ طب هل بتوفر المنظمه مثلا بيئه عمل تضمن خلق علاقات انسانيه طيبه من التعاون والثقه والاحترام بالعمل؟ يعني برضه هنا بقى يعني هنا برضه من خلال انا برضه من خلال معاينتي، يعني انا فعلا برضه هنا يعني خدت كل الكلام ده اقول لك انا جبت الكلام ده من فين؟ انا برضه انا كحريص انا من خلال تحليل فجوات ان انا فعليا ابرز بنود اكد فعليا انا كبيئه عمل انسانيه تمام وبيئه عمل ايه كظروف بيئة عمل بيئيه. يعني في عايز برضو انا هنا بركز انا من خلال يعني انا صياغتي تحليل الفجوات كبيئه عمل ما بركزش فقط بس انه والله ايه إن والله في حد ادنى من متطلبات اداء مهام الوظيفه فعلا مثلا الظروف بيئيه في درجه حراره كويسه، في رطوبه، في مكيفات، في كذا، في ضوضاء، في ايه في بيئه عمل امان برضو. طب ماشي برضو بركز برضو على بيئه عمل بتاع ايه كخلقات انسانيه طيبه من التعاون والثقه والاحترام بين العاملين داخل المؤسسه. في وهكذا. يعني انا مش بس ايه مش هتطلع بس على ايه على ايه على المرافق والاجهزه والمعدات، برضو هتطلع على ايه العنصر البشري. هل في عنصر بشري فعليا؟ هل فيش عندي عقبات ما بين الاقسام ولا لا؟ هل في علاقات انسانيه طيبه ولا لا؟ يعني المؤسسه مثلا ايه المؤسسه مثلا بتعمل رحلات مثلا ايه رحلات مثلا ايه للعميل داخل المؤسسه بتوفرها مثلا ايه خدمات وهكذا. فنشوف هل فعليا علاقات انسانيه طيبه من التعاون ولا لا؟ طب برضه من ظروف لعبية العمل اللازمه، هل في تعليمات للسلامه المهنيه والتفتيش على وسائل مثلا مكافحه الحريق المواد قبل الاشتعال؟ يعني فعليا يعني والله في عندها ايه اطفائيات؟ هل فعليا ايه وسائل مكافحه الحريق موجوده ولا لا؟ قد يكون ده كلام مش مطبق، مش عندي مثلا وسائل مكافحه الحريق داخل المؤسسه، لا والله ايه اقول لا دي اذا في عندي مشكله في بيئه العمل لازم يكون في مثلا ايه وسائل مكافحه الحريق او ايه نبعد مثلا المواد قبل الاشتعال مثلا عن ايه
عن ايه المؤسسه. مثلا في مثلا في ناس مثلا ايه مثلا مثلا بتدخن مثلا بتدخن سجاير مثلا جنب ايه مواد قابله للاشتعال، اذا في ايه من خلال رؤيتي اذا في الشنطه ايه بيتعامل امنه داخل المؤسسه. طب هل بشكل عام المنظمه بتحافظ على النظافه لاماكن عمل مرفقه في ايه اماكن عمل نظيفه؟ قد يكون ده مثلا مطبق في بعض الاماكن، في بعض الاماكن مش مطبق، لما مطبق بشكل جزئي. بشكل عام المظهر الخارجي والداخلي للمنظمه، هل في مظهر خارجي وداخلي لبيئه العمل متناسبه مع طبيعه العمل وخصوصيه المنتجات والخدمات؟ يعني بلا شك تكون ايه يعني مثلا مؤسسه خدميه مثلا زي المدرسه لازم يكون في مظهر خارجي وداخلي مناسب ليها كمدرسه، مختلف مثلا عن المظهر الخارجي والداخلي مثلا الى بنك، مختلف عن المظهر الخارجي والداخلي الى مستشفى، مختلف عن المظهر الخارجي والداخلي للمصنع، وهكذا. فهل فعلا هنا برضه ايه ده برضه بيئه عمل، هل فعليا هنراعي برضه المظهر الخارجي والداخلي لبيئه العمل؟ مش معقول انا داخل على المستشفى كان داخل على ايه؟ على كراج مثلا او كده. ها فلازم ايه الظروف دي برضه احنا لازم نراعيها برضه. اساسا انت فعليا كمؤسسه عايز تحصل على شهاده ISO 9001 لازم برضه انت كان تكون ايه نظام اداره جوده، برضه لازم اداره لمين؟ لبيئه العمل داخل المؤسسه، يكون فيها علاقات انسانيه، يكون في عندي مظهر خارجي وداخلي للمؤسسه. فاني ايه لما اجي ادخل فاني او والله اقول المؤسسه دي حصل شهاده الايزو 9001 ده ايه من خلال المظهر الخارجي والداخلي، يعني ايه يعطيني ايه بيئه عمل، يعني ايه يعني ايه يعني ايه يشعر لي فعلا بيئه عمل مناسبه وجو عمل داخل مؤسسه بيختلف عن ايه مؤسسه ثانيه ايه مش حاصله على شهاده الايزو او ايه مش اداريه مش مطبقه. يعني ايه يعني ايه ظروف بيئه العمل المناسبه داخل ايه العمل داخل المؤسسه. هاي الفكره بشكل عام. فانا فعلا كده كصياغه كده بشكل عام لبنود ست بنود بند 6-4 في المؤسسه كبيئه عمل، اشوف فعليا ايه ظروف بيئه العمل داخل المؤسسه من خلال الامان، تمام، من خلال التفتيش الدوري على متطلبات بيئه العمل، من توفير الحد الادنى لمتطلبات اداء مهام الوظيفه، من خلال ايه السلامه المهنيه وشوف في مثلا ايه السلامه المهنيه داخل المؤسسه توفرها ولا لا، من خلال المحافظه على النظافه داخل المؤسسه ولا لا، من خلال مراعاه المظهر الخارجي والداخلي لبيئه العمل داخل المؤسسه، من خلال العلاقات الانسانيه الطيبه انه ما فيش عندي عقبات ما بين الاقسام، الاقسام مفتوحه على بعض، ما في عندي وسائل اتصالات ما بين المؤسسه وهكذا، من خلال ايه مش يعني ايه يعني اداره للموارد البشريه داخل المؤسسه، من خلال الكفاءة والتدريب والتوعية داخل المؤسسة، أحكم فعليا إزاي هي إدارة الموارد داخل المؤسسة وإيه حجم الفجوة ما بين نظام الجودة الحالي وبين إيه مطالبات الأيزو 9001، أشوف إيه العلامات الغير مطابقة المطلوبة توافقها مع المواصفات. كده نشوف مع بعض البند السادس من المواصفات 9001 بإذن الله في المحاضرة القادمة، نبدأ مع بعض في البند السابع نشوف إيه تحليل الفجوات للبند السابع المواصفات اللي هو يعتبر أكبر بند في المواصفات 9001. هنشوف مع بعض بنود الوصف البند السابع على اساس اشوف فعليا ايه تحليل الفجوات ليه. شكرا لحسن سماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في الدرس القادم اساس نكمل فعليا دروس تحليل الفجوات.